أهلا بكم مجددا مشاهدينا. منذ نصف قرن فقط انجلت الكربة عن اليمنيين بثورة 26 سبتمبر، لكن قصر أجدادنا في نقل هذه المعاناة التي عاشوها، لهذا نحن نعيش هذه المعاناة مرة أخرى. هكذا ينظر يحيى السواري إلى التاريخ اليمني، وبناء عليه أراد أن يكون جزءا من وعي اليمنيين بتاريخهم، فأنشأ قناته على اليوتيوب المختصة بتناول التاريخ وتحليل الأحداث الحالية بطريقة شيقة وسلسة، وثائق مرئية للأجيال يقدمها يحيى السواري. تماما، إذا قبل أن ينضم معنا يحيى السواري الصحفي وصانع المحتوى عبر خدمة الزوم، سنعرض عليكم جزءا مما يقدمه يحيى في قناته على اليوتيوب، نتابع. كل العرب ذكروا سنة 48، كيف ما يتذكروهاش وهي السنة الذي أعلنت فيها الصهيونية قيام دولة إسرائيل واجتزاء قطعة من أكباد العرب اسمها فلسطين؟ لكن اليمنيين معاهم ذكريات ثانية عن هذا التاريخ، ما يختلفش كثير عن الوجع الفلسطيني. سلالة تعتقد أن الله دللها في السماء ويجب علينا أن ندللها في الأرض. في فلسطين بني إسرائيل، وفي اليمن بني هاشم. قبل إعلان قيام دولة إسرائيل ب3 شهور قامت ثورة في اليمن لعمل دستور للبلاد وإنهاء حكم الفرد. اغتالوا الإمام يحيى الذي عرفت مملكته بمتحف القرون الوسطى، وأعلنوا قيام حكم دستوري، لكن الثورة الدستورية كان عمرها 20 يوم بس. كل الأنظمة العربية وقفت ضدها، وانتقم أحمد ابن الإمام يحيى من الذي اغتال أبوه، وكل من أيدهم أشد انتقام. عشرات الرؤوس طارت في الإعدامات الميدانية، ومئات المعتقلين في أوسخ سجون الأرض. كانوا يقيدوا الثوار ويلفوا بهم المدينة عشان الناس يرموهم بالقذارات والشتائم، في مكان يعرف أيام الأئمة بالدردحة. إذن ينضم إلينا الصحفي وصانع المحتوى يحيى السواري عبر الزوم. أهلا وسهلا فيك يحيى، سعد صباحك. أهلا، صباح النور يا صفاء. أهلا وسهلا فيك يا حي، منورنا في الشاشة، يا مرحبا. أهلا صباحا. يعني هذه فرصة أمام الجميع اللي حابين إنه يتابعوك الآن، بيكونوا شافوا أداك أيضا الجميل والمتميز والبسيط والسلس، وربطك الجميل أيضا للأحداث العربية واليمنية. بداية يحيى، يعني أنت صحفي وقررت الاتجاه إلى اليوتيوب لإنتاج محتوى، رأيت أنه جزء من مسؤولياتك، كيف جاء هذا القرار وكيف حملت نفسك هذه المسؤولية؟ في الحقيقة أنا فتحت قناة لأنه ما مش معي عمل. أنا كنت مراسل، كنت صحفي في اليمن، كنت مراسل قناة محلية اشتغلت معها تقريبا لمدة سنة أو أكثر شوية، وبعد استقلت واشتغلت بشكل حر، وبعدين لأسباب أمنية خرجت من اليمن، مثلي مثل باقي الصحفيين، آلاف الصحفيين خرجوا من اليمن، ما عاد قدروش يشتغلوا في اليمن بسبب الأوضاع الأمنية والحرب. وخارج اليمن أنا كان شغلي كله ميداني، كنت أشتغل من الميدان، أفعل تقارير وقصص من الميدان. فخارج اليمن ما عاد قدرت اشتغل، فقررت افتح قناه واتناول التاريخ بدل ما اتناول احداث انيه يعني. نعم. طيب، يعني انت تتجه لمحتوى ربما النخبه فقط هي متتابعه التاريخ والاحداث التاريخيه، ولكن مع ذلك يعني محتواك يلقى صدى كبير، ما السبب برايك؟ أنا أختلف في موضوع أن التاريخ ممل إلا للنخبة، بالعكس التاريخ جدا مشوق بشكل ما نتصورش، في حبكات جاهزة أصلا، في قصص، يعني كأنك لما تقرأ التاريخ كأنك بتشاهد فيلم أو مسلسل. والمشكلة أن إحنا بنشوف التاريخ أنه ممل هو بسبب القالب الذي قدمه لنا في التاريخ. التاريخ قدمه لنا على أساس أنه لازم نحفظه، مش أنه قصص ممكن نستمتع فيها. لازم تحفظ تواريخ، لازم تحفظ أشكال فلان، لازم تحفظ أرقام، كلها تواريخ وحفظ وحفظ وحفظ. وموضوع الحفظ هذا هو الذي بيولد الملل، لكن في الحقيقة التاريخ ممتع جدا. من كان يتخيل أن العلوم يكون الناس مهتمين بها لهذا الدرجة؟ العلوم كانت مقتصرة على الناس محددين بنتخيلهم في رؤوسنا، العلماء وما مش عارف من. لكن بعد ما طلعت برامج اليوتيوب الذي بتبسط العلوم، أصبح كل الناس يعرفوا نظرية التطور، كل الناس يعرفوا الانفجار العظيم الذي ما كانش حد يعرفه أصلاً. تماما. طيب يحيى، أنا أتفق معك في نقطة، على فكرة أنهم أخطأوا في تحفيظنا للتاريخ
رغم أنه لو كنا فهمناه وكنا قرأناه بحب كنا حنفهم الموضوع وحنحبه أكثر. إلى جانب أيضا ما يصادق على كلامك أنه أغلب الأفلام السينمائية اللي بتكون مبنية على قصص حقيقية هي من أكثر الأفلام رواجا وأكثر الأفلام قربا لقلوب المشاهدين ومحبي السينما. السؤال اللي أطرحه عليك يحيى، يعني ما الذي تشعر به عندما ترى التاريخ يتكرر؟ يعني تقريبا كل نصف قرن تظهر ولاية جديدة بكل التفاصيل المؤلمة التي ترافقها دائما. معك حق، للأسف احنا في اليمن في دائرة مغلقة من 1200 سنة، واحنا كل 50 سنة نعيد نفس الأحداث. كيمني، كشاب يمني، بصراحة أنا أزعل جدا لما أشوف أنه 1200 سنة وما قدرناش نتخلص من هذا الفكرة العنصرية، أطول عنصرية في التاريخ، 1400 سنة في اليمن، 1200 سنة وإحنا بنعاني منها. بنتكلم عن الهاشمية السياسية وعن فكرة الولاية وفكرة الإمامة. لكن مش بس فكرة الإمامة، إحنا كيمنيين بنعيد أحداث كثيرة، بنعيد تجاربنا السابقة من غير ما نتعلم منها. كنت أزعل بصراحة، ليش ما نتعلم من أخطائنا؟ ليش ما نتعلم من تجاربنا السياسية؟ عندنا تجارب سياسية ثرية جدا، لكن ما بنتعلمش منها، ما بنقراش التاريخ. فبنزعل أكيد، لكن كيوتيوبر صراحة بنفرح إنه في حبكات محبوكة من نفسها، يعني أطرح موضوع قبل 50 سنة كأننا بنتكلم عن الأحداث اليوم، وهذا مشوق جدا للمشاهدين، لكن كيمني بنزعل أكيد. صحيح، يعني تتكرر هذه المعاناة كل 50 سنة، وربما هذا بتأكيد جزء كبير منه لجهلنا بالتاريخ. أريد أن أسألك يحيى، هل تتفرغ تماما يعني إنتاج هذا المحتوى؟ طبعا صفاء، ما بنفعلش ولا أي حاجة غير أننا بنتفرغ لهذا المحتوى. المحتوى هذا صعب جدا أنك تفعله، أنك تقرأ مثلا 5 كتب وتطلع بحلقة واحدة، يعني تطلع يعني لب ما في هذا الكتب وتقدمها بطريقة مشوقة. الموضوع صعب جدا، محتاج وقت وجهد كبير، لذا بنتأخر في الحلقات. يعني الفرق بين الحلقة والحلقة تقريبا بيكون شهر، وهذا بسبب البحث والكتابة. ومش بس أنا بنفضي نفسي، كمان في أصدقاء بيساعدوني، أسألهم عن بعض الأشياء، يدولي آرائهم. أحيانا في موضوع ما قدرتش أبحث عنه، أكون مشغول بموضوع ثاني، فأطلب من صاحبي لو سمحت ابحث لي عن هذا الموضوع واديني المعلومات عنه. مثلا الجرافيكس، أنا مش مختص جرافيكس، دائما أضطر أن أنا أتواصل بأصدقائي عشان يفعلوا لي صورة وعشان يفعلوا لي أي تصميم. فمش بس أنا فاضي 24 ساعة، كمان في أصدقاء بيساعدوني. جميل، يعني مجهود كبير بتبذله لإنتاج هذا المحتوى، رغم أن احنا شايفين خلفك أيضا الأدوات، يمكن أول استوديو اللي أنت سويته كأنه استوديو أنت اللي ابتكرته بأسلوب السوفت بوكس، عندك كمان كرتون واضح. كيف بدأت تجهز لهذه الأدوات بهذه الطريقة البسيطة؟ هو أنا مصور من قبل وعندي فكرة عن استوديوهات وهكذا، هو شغلي أصلا، أنا مراسل تلفزيوني. فاستغليت خبرتي في الإضاءة وخبرتي في التصوير، وقمت ألفت شوية حاجات، كراتين على شمع، على إضاءات اشتريتها من عند الكهربائي، وفعلت الاستوديو حقي. جميل، يعني هذه رسالة لكل الناس اللي حابة تبدأ يوتيوب، أنه يبدأوا بأبسط الأدوات، طالما هناك فكرة جيدة فيعني الأدوات أكيد حتساعدك وحتخدمك، وحتقدر أنك تعمل يعني محتوى زي ما شفنا معاك، يعني حتى بأدوات بسيطة. والمحتوى في الأخير جذاب وجميل زي ما شفنا في البداية. يعني هذه هي دعوة إذن للجميع أنهم يتابعوك في اليوتيوب، بما أنك تبذل هذا المجهود الكبير. يمكن أنا فقط أشتيك توضح لنا فكرة يعني شوي أوضح حول المحتوى اللي أنت بتنتجه، من أين بتستقي هذه المعلومات؟ أغلب المراجع التاريخية مش واضحة للأسف في بلادنا، ما فيش ناس كثير يمكن مسلطين الضوء عليها من قبل، يمكن نشوان الحميري وغيره فقط قليلين الذي كتبوا في التاريخ القديم. فأنت من أين بتسلط الضوء؟ من أين بتجمع المعلومات؟ شوف، البداية أنا أطلع فكرة، هذا أول مرحلة، أشوف الناس عن إيش بيتسألوا، إيش أكثر موضوع بيدور حولها النقاش، وأقرر أجاوب عليه، أو أقرر أعطي أكبر قدر من المعلومات، أكبر قدر ممكن من المعلومات للناس. مش توجيه أكيد، بس إنه أنقل اللي في الكتب للناس. فبعد ما أحدد الفكرة بالضبط إيش الموضوع الذي أتكلم عنه، تبدأ مرحلة البحث. أتذكر إيش الذي قرأته من زمان، إيش الكتب الذي قرأتها أو المقالات عن هذا الموضوع، وأدخل أسأل ناس خبراء، أقول لهم إيش تنصحوني من مراجع، يعطوني مراجع أسماء الكتب، عناوين، أدخل أبحث فيها.
وبعد ما ابحث اجمع كل القصص التي لها علاقه بهذا الموضوع، وطبعا البحث ياخذ وقت كبير ما تخيلوش كم. بعد البحث تجي مرحله الكتابه، بعد ما جمعت كل القصص، الان التحدي الكبير كيف نقدم هذا المعلومات الثريه للمشاهد في قالب يكون شيق. ودائما لو المشاهد لقناتي يلاحظ ان انا دائما بنحاول اخليها قصص وحبكات، قصه فعل فلان سوى فلان راح وجاء. فهذا يعني من اصعب المراحل، انه اكتب المعلومات هذه في اطار في قالب درامي مشوق يوصل للناس. هذا اكبر تحدي. بعد ما اكتب هانت، بعدين تبدا مرحله المراجعه، ارسل النص لمجموعه من اصدقائي والخبراء، يعني ناس خبراء في التاريخ، يناقشوا يشوفوا اذا في غلطه، اذا في معلومه المفروض تضاف، اذا في مثلا معلومه ما كانتش واضحه نوضحها. وبعد المراجعه لما خلاص في ضوء اخضر على النص، نبدا مرحله التصوير بالكراتين حقي الاضاءات، وبعد التصوير تبدا مرحله المونتاج. التصوير والمونتاج يعني اسهل مراحل تقريبا. التصوير يحتاج لك تقريبا يومين بسبب الكهرباء، لاني بتدفع كثير لو الكهرباء موجوده عشان اصور في ضربه واحده. وبعدين المونتاج يستغرق تقريبا يومين ايضا. اها جميل، الله يقويك يا يحيى. طيب يحيى، حاب اعرف منك، يعني بما انك بحثت كثيرا في التاريخ اليمني، ما هي اكثر قصه شدتك او اكثر موقف استغربت انه الناس مثلا ما استفادوش منها، او ليش ما انتشرش ما وصلش للعامه؟ صراحه اليمنيين مش مستفيدين باي حاجه من تاريخهم. امسك اي شاب الان وحاكي عن ثوره 26 سبتمبر الذي هي قبل 60 سنه، يعني مش زمان، ابوه وجدك كانوا حاضرينها، ما يعرفش حاجات كثيره عنها. هو انا ما مش مميز طبعا، انا والكل كنت الى قبل ما ابدا اقرا انا كنت نفس الشيء، ما علموناش هذه الحاجات في المدارس، ما اخذناش عظه وعبره من التاريخ. ابو الحسن الهمداني، ابو الحسن الهمداني هذا عالم كبير جدا، ما حدش اكتشفه. فك حروف المسند قبل 1200 سنه، حروف المسند الذي عاد فكوه قبل 200 سنه واسسوا علم النقوش اليمنيه القديمه. هو ترجم اللغه خط المسند، عفوا خط المسند ترجمه قبل 1200 سنه، وشرح قواعدها اللغويه، مش بس فك الرموز، شرح القواعد اللغويه للخط المسند واللغات اليمنيين القدماء. وايضا له مؤلفات كثيره عن كرويه الارض، بيتكلم عن الاكسجين، كان يسميها النسيم. حاجه خيرات احنا بعد درسناها في المدرسه انها جت لنا من الغرب، لكن ابو الحسن الهمداني كان بيتكلم عنها، وكان يناقش حتى كتب اليونانيين، يناقش كتب بطليموس، كان جدا مهتم بالفلاسفه اليونانيين. فانا مستغرب ان انا ما كنتش اعرف عنه الا من قريب. ابو الحسن الهمداني ابو الهويه اليمنيه، مؤرخ معروف والجزيره العربيه كلها. نعم، يعني عظماء مدفونون داخل الكتب. انت تقوم يعني نوعا ما بشكل بجهد كبير في نقل الصوره لليمنيين، وفي يعني محاوله تسليط الضوء على هذا التاريخ. نشكر لك هذه الجهود يحيى، ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا يا صفاء، وانا اشكركم على يعطيك العافيه. الله يقويك.